السلام عليكم، ازيكم يا سنة خمسة؟ هنكمل مع بعض الفيديو الثاني من الدرس الثالث مصادر الطاقة وتنميتها. نفكر بعد كده خدنا ايه في الفيديو الأول؟ اتكلمنا عن يعني ايه طاقة؟ اتكلمنا مصادر الطاقة لو فاكرين المتجددة وغير متجددة وايه أمثلتها ومعناها، حلو؟ وخدنا كمان مصادر الطاقة غير المتجددة، اتكلمنا عن الفحم، عن البترول، عن الغاز الطبيعي وكل حاجة ايه أهميتها وبستخرجها منين؟ جميل؟ هنكمل بقى في الفيديو ده مصادر الطاقة المتجددة. يبقى أول عنصر معايا مصادر الطاقة المتجددة. أفكركم يعني إيه مصادر الطاقة المتجددة؟ وقلنا دي مصادر لا تنفذ باستهلاك الإنسان ليها، مش هتخلص أبدا مهما الإنسان استهلكها، زي المية، زي الشمس، زي الرياح. ودول الثلاث أمثلة اللي أنا هاخدهم. يبقى أنا هاخد أول مثال عندي طاقة الشمس. إيه أهمية طاقة الشمس؟ قال لي اولا دي طاقه نظيفه، طبعا يعني لا بتلوث البيئه ولا اي حاجه لانها ما بتنتجش عوادم، يبقى طاقه نظيفه دائمه مش هتخلص، زي ما قلت ما فيش يوم هتطلع الشمس تقول لك انا بطاريتي فاضيه النهارده فمش طالعه، فيبقى طاقه نظيفه ودائمه. طب ايه اهميتها؟ قال لي بتستخدم في تسخين المياه، ده السخانات الشمسيه اللي هم بيستخدموها عشان تسخن الميه، فبالتالي الميه دي هستخدمها في الاغراض المنزليه. فيجي يسالني سؤال بما تفسر أهمية طاقة الشمس؟ ليه طاقة الشمس مهمة؟ قال لي عشان بتستخدم في تسخين المياه والأغراض المنزلية. بما إني بتكلم عن مصر يعني في الدروس بتاعتنا، فطاقة الشمس دي هنا أنا بستخدمها في مصر. ليه مصر عندها الطاقه دي؟ بتستخدمها وبتعرف تستهلكها ليه؟ لان بسم الله ما شاء الله الشمس عندنا ساطعه طول العام، في يوم دايما طول السنه في شمس حرقان على طول، يبقى تمتاز مصر بسطوع الشمس طوال العام، صح؟ يبقى انا عايز اعرف طاقه الشمس لو جاء لي طاقه نظيفه ودائمه اقول له طاقه نظيفه ودائمه ما بتخلصش، دي من اهم مميزاتها. ها ايه اهميتها؟ تستخدم في تسخين المياه والاغراض المنزليه، دي أول حاجة عندي طاقة الشمس. نيجي للنقطة الثانية طاقة الرياح، يبقى أنا خدت الشمس فاضل لي الرياح والمية، يلا نشتغل على الرياح. الرياح دي اللي هي حركة الهواء. الرياح. الطاقة دي بتستخدم في توليد الكهرباء، شايفين دي؟ دي موجودة في منطقة اسمها الزعفرانة، بيجي الهواء فبيحرك المراوح دي، ففي توربين ورا المروحة دي بيستخدم ان هو يولد لي كهرباء. يبقى ايه أهمية طاقة الرياح؟ تستخدم في توليد الكهرباء. طب أنا بجيب الكهرباء دي من منطقة اسمها الزعفرانة، الناس اللي بتروح الغردقة كتير وهي ماشية على الطريق ده هتلاقيها على ساحل خليج السويس. يبقى ايه اهميه طاقه الرياح؟ توليد الكهرباء، توليد الكهرباء بجيبها من منطقه الزعفرانه، بتيجي اكمل من اهم محطات توليد الكهرباء من الرياح محطه الزعفرانه، ده شكلها للناس اللي بتسافر كتير على طريق الغردقه. تالت حاجه عندي وهي طاقه المياه، حتى المياه بتدينا طاقه. وده لو شفتوا الفيديو بتاع السد العالي بتاع ميس رودانيا كانت بتشرح فيه السد العالي اهميته، وكان معاه فيديو كمان عن ازاي بنولد الطاقه من السد العالي اللي هي الميه. يعني الميه دي او بجيب طاقه الميه دي منين؟ اللي احنا بنقول بعد كده عليها طاقه كهرومائيه. اولا احنا بنجيب طاقه الميه دي من حاجه اسمها السدود والقناطر، ودي بتساعدني انها تولد كهرباء. يبقى انا بجيب منين طاقه الميه؟ من السدود والقناطر عشان تولد لي طاقه اسمها طاقه كهرومائيه او كهرباء مائيه. ايه الكلام الصعب ده؟ يعني ايه كلمه طاقه كهرومائيه؟ قال لي دي طاقه مولده من السدود والقناطر والخزانات. يبقى انا زي ما شفت في الفيديو اللي كان مع ميس رودانيا اللي انا بشوف فيه ازاي بتتولد الكهرباء من السدود زي السد العالي، هي دي طاقه الميه طلعت بالشكل ده. يبقى انا طاقه الميه بجيبها منين؟ بجيبها من السدود والقناطر، بتساعدني انها تولد لي طاقه كهرومائيه. طب ما المقصود بالطاقه الكهرومائيه؟ قال لي هي الطاقه المولده من السدود والخزانات. طاقه مولده من السدود وايه؟ والخزانات. مصر تعتبر من اول الدول في الوطن العربي اللي بتنتج طاقه كهرومائيه.
لان احنا طبعا عندنا نهر النيل وده هيساعدني في ده. طب ايه اهم المحطات اللي انا بجيب منها الطاقه الكهربائيه؟ قال لي تعالى اقول لك بقى، تعالوا كده مع بعض الشباب. اول محطه وهي محطه كهرباء السد العالي، يبقى اول محطه بجيب منها وبولد منها طاقه كهربائيه السد العالي. اولا لو اتكلم عن السد العالي تاني، السد العالي ده اتبنى يا اولاد 1960، ابتدى البناء بتاعه، خلصناه، خلصوا البناء بتاعه على 1970. حلو الكلام ده، وده يعتبر اعظم مشروع هندسي في العالم. فيقول لي، يقول لي اكتب ما تشير اليه العباره، يعد اعظم مشروع هندسي في العالم ويتم توليد منه طاقه كهربائيه. ايه اعظم مشروع ده؟ اللي هو السد العالي. يبقى اهميه السد العالي انه بيساعدني في توليد الطاقه الكهربائيه. طبعا السد العالي ده بيولد لي طاقه كهربائيه في مصر بس، ها مش في حته تانيه. حلو كده. وبعد شويه نشوفها على الخريطه في النهايه بعد ما اشرح باقي محطات الكهرباء. حلو كده. اجي على محطه الكهرباء الثانيه، وهي محطه كهرباء قناطر اسنا. المحطه دي كان الاول فيه قنطرتين، في قنطره قديمه وقنطره حديثه. احنا بنجيب الكهرباء منين؟ من القنطره الحديثه. يبقى ايه القنطره اللي انا بجيب منها الكهرباء؟ هي القنطره الحديثه. يقول لي ضع علامه صح او غلط، يتم توليد الطاقه الكهربائيه من محطه قناطر اسنا القديمه. غلط، من القنطره الحديثه. من القنطره ايه؟ الحديثه. ثالث محطه وهي محطه كهرباء خزان اسوان. خزان اسوان. طبعا محطات الكهرباء المائيه دي بتطلع لي حوالي 18% من اجمالي الطاقه الكهربائيه في مصر. يبقى تاني، الميه دي من مصدر الطاقه اللي هو الميه. انا بجيب منين طاقه الميه دي اللي هي الطاقه الكهربائيه؟ من السدود والقناطر. حلو، عندي كام محطه؟ عندي 3، السد العالي وقناطر اسنا، بولد من القنطره الحديثه، ومحطه خزان اسوان. طيب اهو ده من امثله الاشكال. انا هجري على الخريطه بس الاول وبعدين اروح للجود ده. هنا اهو السد العالي، يبقى لما يجي يقول لي على الخريطه فوق بحيره نصر على طول السد العالي، فوق هنا ده خزان اسوان، هنا هي قناطر اسنا. يبقى تاني، السد العالي، خزان اسوان، قناطر اسنا. في طبعا قناطر تانية زي قناطر نجع حمادي واسيوط والقناطر الخيريه دي، ان شاء الله في سنه 6 انا بنتكلم عنها. يبقى انا عايز اعرف هنا مكان السد العالي، هنا مكان خزان اسوان، قناطر اسنا. نعرفها على الخريطه، يجي يقول لي 1 اهي قناطر اسنا، 2 السد العالي، فوقيه على طول خزان اسوان. زي ما قلت في درس المعادن ان الدرس عنوانه جزئين، انا خدت الجزء الاول مصادر الطاقه المتجدده وغير المتجدده. طب الجزء الثاني من الدرس اللي هو تنميتها، ازاي استخدمها وتبقى معايا وازود من وجود مصادر الطاقه. فهناخد هنا جهود الدوله، ايه المجهود اللي الدوله هتقوم بيه عشان تنمي وتزود مصادر الطاقه عندي؟ فيبقى العنصر اللي بعد كده معايا هو جهود الدولة لتنمية مصادر الطاقة. حلو؟ ايه هي الحاجات؟ هاخد جهود الدولة، الدولة هتعمل ايه؟ أول حاجة من الدولة تعمله عشان تنمي مصادر الطاقة إنها محتاجة تشجع المستثمرين، الناس اللي معاها فلوس إنها تدور على حقول بترول وغاز طبيعي في مصر، اكيد هنلاقي حاجات غير اللي احنا عارفينها. يبقى تشجيع المستثمرين على البحث والتنقيب على او عن حقول بترول وغاز طبيعي موجودين في مصر. حلو كده. هتحاول انها ترشد استهلاك الطاقه، توعي الناس، لا لو سمحت ان انتوا ايه يعني، تعالوا نعتمد على مصادر تانية في استهلاك الطاقة. هي نفسها هتحاول انها بدل ما دايما تولد الكهرباء او الحاجة بتاعتها اللي دايما بنستخدمها اكتر حاجة في الكهرباء، ان انا ما ولدش الكهرباء، ما بقاش استخدامي كله من الطاقة معتمد على الفحم والبترول والغاز الطبيعي، لا، ان انا اشوف مصادر الطاقة التانية اللي هي المتجددة زي اللي احنا قلناها. انها تهتم بالبحث العلمي، لان العلم يا اولاد بيسهل عليا حاجات كتير جدا ان انا اوصل يعني كل مره العلم بيتطور، فلما نتطور ونهتم بالبحث العلمي اكيد في مصادر او في حاجات جديده هنعرفها لما نستخدم الطاقه المتجدده غير الثلاثه دول، غير الشمس والرياح والميه. ممكن ان انا اجيب طاقه، ده وصلوا ان هم يجيبوا طاقه من قصب السكر، متخيلين؟
فده أهمية البحث العلمي. يبقى اهتمام البحث العلمي في الاهتمام بالبحث العلمي في مجال استخدام الطاقة المتجددة، تشجيع المستثمرين للبحث والتنقيب عن حقول البترول والغاز الطبيعي، ترشيد استهلاك البترول. حلو كده؟ طيب انا الفيديو بتاعي لسه ما خلصش، انا خلصت جهود الدولة، لكن انا حبيت اسيب دي كده عشان انا عايزة اقول كام حاجة كده وكام سؤال. دلوقتي انت ميس ساميس بتقولي لي لازم نهتم بالبحث العلمي عشان نستخدم الطاقة المتجددة، عايزين نرشد استهلاك الطاقة الغير متجددة ونستعمل أكتر طاقة متجددة. طب هل الطاقة المتجددة دي كلها مميزات ملهاش عيوب؟ لا، أكيد ليها عيوب. كل حاجة يا ولاد ليها عيب وليها مميزات. طب إيه مميزاتها وإيه عيوبها؟ مميزاتها يا ولاد إنها نظيفة، مش بتلوث البيئة أبدا أبدا أبدا، يعني لا بتطلعي عوادم تعملي تلوث هواء، ولا ده بيأثر عليا على صحتي. يبقى طاقة نظيفة. حلو الكلام ده كده؟ دائمة، مش هتخلص خالص أبدا. يبقى طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة دائمة. طب عيبها بقى، عشان يا مس هي شمس أو مية أو ريح، على فكرة السخانات الشمسية أو حتى اللي شفناها طواحين الهواء بتاعت منطقة الزعفران أو حتى القناطر والسدود، كل الحاجات دي مكلفة ماديا، فهي محتاجة رؤوس أموال ضخمة، يعني محتاجة فلوس كتيرة جدا جدا جدا. يبقى أول عيب فيها تحتاج لرؤوس أموال ضخمة. طبعا الفلوس الكتير، رؤوس الأموال الضخمة دي مش هتبقى عند كل البلاد للأسف، ولو عندها تبقى تكلفة عبء مادي كبير عليها. دي حاجة. الحاجة التانية تحتاج لوسائل تكنولوجية، محتاجة بقى حاجات متطورة وتكنولوجيا متطورة وحاجات جميلة أوي، فلو مش موجودة عند بلد معينة مش هتعرف تستخدمها، مش هتعرف تستهلك الطاقة المتجددة. يبقى للطاقة المتجددة عيوب ومميزات. إيه عيوبها؟ محتاجة رأس أموال ضخم، محتاجة فلوس كتير، محتاجة وسائل تكنولوجية. وإيه مميزاتها؟ طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة ودائمة. من طبعا احنا في الطاقة المتجددة بنستخدم الكهرباء، صح؟ أغلبهم من قلت المية، الرياح والمية، إن هما بيساعدوني في توليد الكهرباء. الكهرباء ابتدينا نستخدمها يا ولاد في مصر في أوائل القرن العشرين. الكهرباء عندي نوعين، أنا كده بحاول إن أنا أدمج حاجات مهمة في الدرس عشان بس إيه نبقى يعني متواصلين كده. عندي كهرباء حرارية وعندي كهرباء مائية. الكهرباء الحرارية اللي قلنا إن هي بتنتج عن احتراق إيه؟ فحم، بترول، غاز طبيعي. بجيب منين الكهرباء الحرارية دي؟ دي بتيجي أكمل من أهم محطات الكهرباء الحرارية شبرا الخيمة. يبقى من أهم محطات إنتاج الكهرباء الحرارية شبرا الخيمة وشمال القاهرة، اتنين شين، شبرا الخيمة وشمال القاهرة، لأن الكهرباء المائية ودي كهرباء مولدة أو طاقة كهرباء مولدة من السدود والخزانات. حلو؟ الكهرباء المائية دي اللي أنا بجيبها يا إما من محطة السد العالي، يا إما إسنا، يا إما خزان أسوان. خلاص كده يبقى عرفنا الفرق ما بين الكهرباء، عشان ممكن يقول لي قارن ما بين الكهرباء الحرارية والكهرباء المائية من حيث التعريف ومحطات الإنتاج. حلو كده؟ زي دي عملتها في صيغة قارن. لو عدت كده بسرعة بسرعة، أنا خدت إيه في الدرس؟ خدت في الفيديو ده، يعني خدت مصادر الطاقة المتجددة اللي هي الشمس والرياح والمية، إيه أهمية كل حاجة فيهم، المحطات اللي أنا بنتج منها، أخدت عيوب ومميزات الطاقة المتجددة ودي مهمة جدا، أخدت الفرق ما بين الكهرباء الحرارية والكهرباء المائية عشان لو جات لي في صيغة قارن، وأخدت جهود الدولة لتنمية الطاقة. شكرا لاستماعكم للدرس، إن شاء الله أقابلكم في درس جديد. سلام عليكم.